عرس تاريخي في قطر لانتخابات مجلس الشورى. اليوم احنا في الدائرة السابعة، والدائرة السابعة طبعا من الدوائر الكبيرة اللي يوصل عدد الناخبين فيها إلى 5800 شخص. في هذا اليوم، اليوم اللي كل أهل قطر فرحانين، سواء قطريين أو مقيمين، نحن نهنى نفسنا ونهنى قيادتنا ونهنى الشعب القطري بهذا اليوم اللي كنا نحلم فيه، كنا نتمناه من سنين، والله يوفق الجميع يا رب. مستانسين وفرحانين إن بيكون لنا مشاركة كمواطنين وكجمهور في القرارات السياسية، وهذه إن شاء الله هي بداية خير، وهذه أول خطوة للمستقبل. إقبال كبير الانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كذلك الإجراءات اللي كانت موجودة إجراءات يعني جدا كانت يعني سريعة. نتمنى التوفيق لجميع المرشحين، وإن شاء الله أن يفرز المجلس هذا أفضل المرشحين لتطوير قطر وتطوير البلد في المستقبل إن شاء الله.